محتاج كام لك يا بص فندم؟ الاثنين اه تنورونا يا باشمهندس. الله يعينك. الله يخليك. هناخد النهارده ان شاء الله يا باشمهندس، احنا بنكمل في جزء البيزنس، هنكمل بقى دلوقتي ناخد ال هناخد الفاليديشن. تعال نشوف الابكس بتعمل ايه لوحدها في الفاليديشن. طبعا هي بتعمل شويه حاجات فاليديشن بيسموها امبليسيت، يعني بتعملها لوحدها. يعني احنا لو جينا هنا للفورمه بتاعتنا يا جماعه، الفاليديشن معناها ان انت بتحط قيود غير اللي هي محطوطه في الداتابيز، زي اليونيك، زي مثلا انه ما يبقاش فاضي، اي حاجه. زي مثلا ان هو يبقى ايتم اصلا في فاركار وانت عايز تعمله نمبر بس. تمام؟ فالمفترض ان في حاجات اصلا احنا لما جينا عملنا الفورمه وشفنا النقطة دي قبل كده، إن أنت أوتوماتيك أي ما بتعمل فورمة على أيتم هو أصلاً ديت، بيعمل لك الأيتم هاير ديت لوحده. تمام؟ ومش هيقبل فورمات غلط. لوحده مش هيقبل فورمات غلط، يعني إحنا لو عملنا له كده هيقول لي لا أنت عندك غلط في الديت، الديت لازم يكون مظبوط، لازم له الفورمات بتاع الأيتم اللي أنت عامله، وهو بعد كده بيروح يترجم ده بالفورمات بتاع الداتابيس بتاعته. المهم إن الكلام ده عمله من غير ما أنا أعمل فاليديشن. تمام؟ ده بنسميه امبليسيت، يعني هو عملها لنفسه. الاسم هنا المانجر مثلا ارقام، لو احنا عملنا له حروف هيقول لي الايتم ده ماست بي نوميريك، ولو انا جيت بصيت في الصفحه مش هلاقي الحاجه دي موجوده اصلا. يعني بص المانجر ده هو ما عملوش فاليديشن، بس هو اول ما عمل الفورمه عمل ده نمبر اعتمادا على الفيلد اللي موجود في الداتا بيز. فكونك انت عملت الايتم ده نمبر خلاص، يبقى هو خد امبليسيت فاليديشن ان الايتم ده لازم يكون نيوميريك. يعني انا لو جيت على ايتم اللي هو اصلا تكست اهو وخليته نمبر، تمام، وما عملش فيه اي حاجه، طبعا هو مش هنتذكر الرقم ان كده غلط في الداتابيز يعني. تمام؟ لو جيت دلوقتي تسيف هيقول لك الايتم الاي نيم ده ماست بي نيوميريك، وهنعرف ازاي نحط ان هو يفهم الخطأ ويحط مكان الليبل بتاعه ازاي دلوقتي. تمام؟ يبقى احنا عندنا حاجات بنسميها امبليسيت اعتمادا على الايتم، هو كده كده لما بعمل فورمه بيروح يترجم الايتم ده بنوعه، انت عامل نمبر هيروح يعمل الايتم ده نمبر، بيعمل تكست فيلد بيعمل تكست فيلد، لو الحجم بتاع التكست فيلد كبير شويه او الفاركار كبير في الداتابيس بيروح عامله تكست اريا. تمام؟ الايتم ده نمبر اهو، لو جيت في الديبارت نمبر ده كتبت انت علي هيقول لك برضه ماست بي نيوميريك. تمام؟ خدوا بالكم عندنا بوسيشن، لو انتوا فاكرين في الجزء بتاع التمبلت يا باشمهندس، ان هنا عندي بوسيشن في الصفحه، ده محجوز للايرور وده محجوز للايرور، يعني في التمبلت بتاع الصفحه هتلاقي ده. تمام؟ وفي تمبلت الايتم هتلاقي الجزئيه دي، عشان نربط الدنيا ببعضها. بس انا على افتراض بقى خلاص انا ماليش دعوه بالامبليسيت فاليديشن اللي هو عامله، انا عايز اعمل فاليديشن لوحدي. بمعنى اصح الاي نيم اصلا هو مش المفترض يكون الاي نيم، ممكن يسيبه فاضي لان انا مش عامل نوت نل في الداتابيز، فده غلط. فعلى افتراض انت نسيتها في الداتابيز وعايز تعملها هنا على مستوى الابلكيشن، فاي حاجه عايز اعملها فاليديشن، الفاليديشن برضو زي الديناميك اكشن اقدر اعمله من هنا على الايتم على طول، واقدر اعمله لانه بيبان هنا في الجزء بتاع الديناميك اكشن، في الجزء بتاع البروسيس او البروسيسنج بيبان هنا برضو، الفاليديشن بيبان هنا. انت ممكن تعمل هنا كريب فاليديشن وتروح تقول له الفاليديشن ده على الايتم الفلاني. تمام؟ او بقف على الايتم واقول ان انا عايز اعمل عليه فاليديشن. تمام؟ بيقف خطا لانه مستني رساله. تعال نشوف الايه الحاجات اللي عندنا، كل دي حاجات عندنا ومعظمها بيتكرر لما نيجي نستخدم الكونديشن. تمام؟ هو بيقول لك انت عايز ايه؟ الايتم ده عايز تعمل عليه فاليديشن، اول حاجه عندنا اسمها رو ريتيرن. معناها ايه رو ريتيرن؟ تعالى دايما ناخد نقطه مهمه، ان احنا هندمج الطيب مع الرساله بتاعته او مع السورس بتاعه، والمفترض ان دي معناها ان هي بترتيرن ترو او فولس. بمعنى ايه؟ الكونديشن بتاعي او الفاليديشن بتاعي ان الكورهايه اللي هتبقى هنا هترتيرن ايه؟ هترتيرن رو 1 رو. هنعمل نهايه
تعال نقول مثلا one from دول. وطبعا لما بقيسها كده على one from دول دي تقيس على اي حاجه، ممكن برضو تعمل فاليديشن على ايتم جوه الصفحه. تمام. هنا الرساله تقول select one from دول لما واحد يساوي واحد، معنى كده ان رو ريتيرن هي هترو ريتيرن، يبقى الكونديشن ده هيرجع صف. تمام. يبقى الفاليديشن ده بيريتيرن ترو، يريتيرن ترو معناها ان هو هيعدي. تمام. تعال نكتب كده مثلا رساله تكون واضحه، مثلا your SQL doesn't return right. تمام كده. فطبعا الخطا ده هيظهر امتى؟ لو الكونديشن او الفاليديشن بتاعي ما رجعش بترو. تمام. المفترض دلوقتي ان الرساله دي دايما بترو، فهل هيعدي ولا مش هيعدي؟ تمام. يبقى الكونديشن بتاعي ان الايتم ده بيريتيرن بترو، فبيريتيرن وان، فما دام هي ترو خلاص. تمام. لو عكسنا او قلنا كده معنى كده ان الرساله دي مش هتريتيرن طبعا رو ولا حاجه، لان واحد لا تساوي اثنين. فانا لو جيت عملت كده، عملت اي ابلاي تشينج، هيقول لك طبعا هو شرط غير منطقي. انت ممكن تحط اي شرط تاني، يعني تقول مثلا لو الراجل ده بيعمل سيف والاداره بتاعته كذا والمرتب بتاعه اكبر من كذا، يعني هنشوف بقيه الحاجات بتاعتنا الكونديشن بتاعتنا. تمام. يعني ممكن اخليه ما يضيفش، لو السالري بتاعه اكبر من 10,000 وهو في اداره كذا، ما اخليهش ده اصلا يعمل سبمت خالص. تمام. فالفاليديشن هنا بيوقف السبمت. خد بالنا من النقطه دي، ان هو الفاليديشن لو في خطا في الفاليديشن مش هيعدي. تمام. طبعا غير ان انا كنت اقدر اعمل الكلام ده عن طريق دايناميك اكشن لما يتشنج هنا او ما اقف هنا، لو انتوا فاكرين الحاجات دي. انما الفاليديشن ما بيبانش غير وانت بتعمل سبمت. يبقى احنا عندنا اول حاجه رو ريتيرن، وطبعا عكسها نو رو ريتيرن. فدلوقتي نو رو ريتيرن مع الكوريه دي هيريتيرن ترو، بمعنى ان هي فعلا الكوريه دي مش هترجع صف. فبالتالي لو انا عملت سبمت دلوقتي هيعمل سبمت. تمام. دلوقتي انا عامل فاليديشن عادي، مش حاطط حاجه معينه، مش قايل نوت نل ولا اي حاجه، انا حاطط بشوف انواع الفاليديشن كلها. يعني الفاليديشن هنا ما ينفعش قبل الصمت؟ لا، دي مش يعني بتتعمل لا، لازم مع الصمت يا باشمهندس. يعني هو مش هيتشيك الفاليديشن هنا غير مع الصمت، بس في حالات ثانيه ان انت تعمل فاليديشن بالديناميك اكشن. يعني ممكن نخليه يا باشمهندس اما يطلع من الايتم ده، ايوه بتاعك ده، ما احنا نعملها بالديناميك اكشن بقى. نعملها بالديناميك اكشن بقى. اوكي. معايا؟ فهو الفاليديشن بيتشيك يا باشمهندس وانت بتعمل سبمت. هو الفاليديشن ده دوره ان هو يوقف الصفحه، انما انت طول ما انت شغال هنا ما عملتش سبمت ولا كانك عملت حاجه. زي بالظبط يا باشمهندس الفاليديشن بتاع الامبليسيت اللي هو عامله اصلا. يعني انت غيرت وكتبت تاريخ غلط، مش هيقول لك حاجه، مش هيحس بيها لما انت بتعمل هنا، الا اذا كنت عامل هنا دايناميك اكشن ان هو يتشيك الفاليو دي قبل ما اول ما يطلع منها او اي سبب. نقدر اقول ان هنا بفاليديت على الريكورد بالكامل يعني. على مستوى على مستوى الريكورد بالكامل. يعني انا عامل مستوى الريجن. تمام. 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 في اجزاء كده صغيره عملوها يعني زمان يا باشمهندس، كان لما بيحصل حاجه زي كده. تعال نديك مثال كده في كرييت. في الفيرجن القديم كان الكرييت، تعالى من هنا مثلا حروف، الكرييت بيفضي الصفحه. يعني لو في خطا بيفضي الصفحه. دلوقتي ما بتضيف جديد، انت بتعمل كرييت ففي خطا، فكان بيروح يفضي الصفحه، كانت الصفحه بتصدمت وترجع ويجيب لك الخطا. دلوقتي الصفحه ما بتعملش صدمت، فاحنا فعليا يعتبر كلاينت سايد يا باشمهندس. تمام يا باشمهندس ممدوح؟ انا معاك يا هندسه. احنا يعتبر كلاينت سايد مش
مش سيرفر سايت. يعني هو ما راحش ورجع قال لك لا ده في خطأ. النقطة دي واضحة؟ تمام يا هندسة. ماشي. فهو ده طبعا من كوت الفيجن الجديد دلوقتي، ان هو لا بيفضي الايتم اللي راحت تمام، في نفس الوقت ما بيروحش ويرجع يقول لك الحق ده في خطا، لا ده هو انت واقف تمام. طبعا عندنا بعد كده سيكوال اكسبريشن. اي سيكوال اكسبريشن بقى انت عايزه تمام؟ يعني ممكن تقول اكزيست. حتى دايما يا جماعه معانا الهيلب تمام، يعني احنا ممكن نقول كده. هناخد المثال كده نقول ان الايه، ان الجوب مثلا الفاليديشن، والله الايتم ده مش هيعدي الا اذا كان الجوب، طبعا الجوب ده نمبر هنعمله يساوي واحد، هنتشيك كده. وطبعا هنا يا باشمهندس بيسهل عليك كالعاده زي ما احنا اتفقنا، مش هقول لك بقى اكتب لي كود بال وبجين واند، لا، او اعمل جمله سيلكت وبيتشيك الكونديشن ده مثلا تمام، زي دي كده. هو قال لك لا انا هعمل لك حاجه اسمها سيكوال اكسبريشن، تكتب فيه الجزئيه اللي انت بتدور عليها بس. تمام، تعرف في الايديت افضل. لو جينا هنا المفترض ان هو كليرك ده هو اللي واحد على ما اظن، لو جينا كده هيقول لي لا. طبعا دي الرساله، تعال اتفق ان دي الرساله اللي بتظهر. وهنا عن طريق السبستيتيوتنج بقى يا باشمهندس اقدر اخد الجمله دي كده واستبدلها هنا. هنسميه كده هاز او هاز او هاب ايرور، بس اي حاجه عشان تبقى واضحه، بس لان الرساله دي احنا غيرنا الفاليديشن وما غيرناش الرساله. تمام؟ كلمه ليبل دي هتستبدل ليبل بتاع الايتم اللي احنا عاملين عليه الفاليديشن. دي برضو جزء من السبستيتيوتنج اللي انا قلت لكم عليها لما كنا شغالين في التمبلت. هو هيفهم ان الليبل ده الليبل بتاع الايتم اللي فيه المشكله. تمام؟ وطبعا الجزئيه الثانيه ان هو بيقول لك فين البوزيشن؟ بمعنى اصح الرساله دي هتظهر فين؟ انا عندي اربع اماكن. البوزيشن ده اللي هو الايرور ده بتاع الصفحه، اللي هو الانلاين، في انلاين وفي فيلد نوتيفيكيشن، وعندي الانلاين لوحده وعندي النوتيفيكيشن لوحده وعندي الايرور بيج. اول واحد تعالى ناخدهم واحد واحد كده، ايرور بيج طبعا ده الفاليديشن بتاعنا، ان هو الفاليديشن نوعه سيكوال اكسبريشن، وهي دي الرساله ان الجوب لازم يكون يساوي واحد، الجوب اي دي يساوي واحد. طول ما الجوب اي دي يساوي واحد هيعدي، غير كده مش هيعدي. تمام، تعال نشيك تاني كده. طبعا ده مش واحد، هنا ده مكان تاني. طبعا هو ساعات في بعض التمبلت بيبقى الايرور بيج هو الايه؟ النوتيفيكيشن. يعني دلوقتي البوزيشن بتاع الخطا، لو غيرنا الديسبلاي بتاع اللوكيشن بتاع الخطا كده رجعنا عملنا صب التاني، او تحس ان هو بس لو انت خدت بالك ان التمبلت شكله بيتغير. يعني تعال نعمل بتاع الايرور بيج تاني، خد بالكم الشكل اللي هو ظاهر ده دلوقتي. تمام، في بوزيشن هنا اسمه ايرور بيج، وفي بوزيشن اسمه انلاين اون نوتيفيكيشن، وعندي بقى انلاين ان فيلد، يعني الخطا يظهر هنا تحت الفيلد نفسه. هنا تمام، وفي اختيار تاني ان هو يقول لك لو انت عايز الاثنين يبقى مع النوتيفيكيشن ومع الايتم. هنا وهنا. تمام، خد بالك الفرق ما بين التمبلت بتاع النوتيفيكيشن والتمبلت بتاع الايرور بيج نفسه. ايه اللي تحت ده كمان؟ اللي تحت كمان ده حاجه اسمها اسوسييتد ايتم، يعني الايتم اللي مربوط بالخطا. هتقول طب ما ايه المشكله، ما هو الايتم اللي انا اصلا محدده فوق يوم ما عملت عليه الفاليديشن. قال لك لا، انت ممكن كمان تعمل الفاليديشن على الايتم وتخلي رساله الخطا تظهر على الايتم تاني خالص.
يعني احنا ممكن نعمل ايتم كده نخليه مثلا هيدن او نخليه اي حاجه او نسميه ايرور على الصفحه، نخليه مثلا ديسبلاي اونلي. تمام، طبعا بس نخليه ملهوش دعوه بالداتابيز. انا عندي دلوقتي ايتم اسمه ايرور هيبان في الصفحه كانه ديسبلاي اونلي بس اهو. انا ممكن بقى الايتم بقى اربط بيه الاخطاء كلها. فدلوقتي الرساله تخص الايتم اللي اسمه انيم، اه الخطا يخص الانيم بس، هيظهر مع مين؟ هيظهر هنا. معايا؟ انت ممكن لو مش عايز تعمل لخبطه في الصفحه والدنيا تبقى اخطاء كثيره وباب في حته واحده، ممكن تخلي المكان كده معين يبقى فيه او ريجون في الجنب كده يبان الاخطاء كلها بس ما تبقاش تحت الايتم. تمام، يعني فهمنا النقطه دي. طبعا احنا عندنا حاجه اسمها كونديشن وعندنا حاجه اسمها الكونديشن والزرار كمان. يعني بص يا باشمهندس، انت ممكن تخلي الفاليديشن ده يحصل في حاله الكرييت بس وما يحصلش في حاله الابديت والعكس. تمام، وممكن كمان ادي له كونديشن كمان، يعني يبقى في فاليديشن ويتنفذ بشروط معينه. كونديشن كده كده هنعدي عليها ان شاء الله. خلاص، يبقى تاني حاجه معانا في الجزء بتاع الايرور، الجزئيه بتاعه البوزيشن بتاع الايرور واضحه، والجزئيه ان انا ممكن اربطه بايتم تاني اصلا غير الايتم اللي عليه الفاليديشن واضحه. لا انت قلت ام انسرت او ابديت، ممكن ما يكونش. بص يا باشمهندس، انا عندي حته ثانيه دايما هتقابلني اسمها سيرفر سايد كونديشن، هنشتغل عليها اصلا الكونديشن دي. بس هو سامح لي كمان ان الفاليديشن ده يتربط بزرار معين. تمام، واحط عليه كمان كونديشن. خد بال حضرتك، يعني انت ممكن تنفذه دلوقتي الفاليديشن ده، انفذه لك مع الكرييت والابديت، لا او العكس، او مع الديليت، مع اي حاجه. معايا يا باشمهندس؟ معاك يا هندسه. يعني هنا احنا ممكن نربطه مع الانسيرت بس، مع السيف بس. ممكن كمان احط له كمان كونديشن تاني خالص. كونديشن هنشتغل عليه، الكونديشن ده بيتعمل على كل حاجه. بنيجي نشتغل على الكونديشن. تاني حاجه معانا خلاص سيكوال اكسبريشن. كالعاده عندي برضو بي ال سيكوال اكسبريشن. اللي هو لو انت عايز تعمل بقى اكسبريشن بتاع بي ال بس، انا ممكن اعمله لك على طول زي ده كده. احنا ممكن ناخد نفس الكونديشن اللي كان موجود هنا، احنا خدناه هو هو، ينفع كانه بي ال اكسبريشن برضه. زي الكونديشن اللي احنا عارفين كلمه هوير لما بنيجي نعمل سلكتايه، فانت ممكن بدل ما تعمل سلكتايه وتعمل هوير، لا انت ممكن تاخد الحته اللي انت بتحطها في الهوير وتستخدمها كانها اكسبريشن بي ال او اكسبريشن سيكوال برضه لو انت عايز. ده طبعا هيتطبق الايرور طول ما الجوب مش واحد. طب لو عملنا جوب اي دي واحد اللي هو على ما اظن كليرك، هتعدي الفاليديشن، هيعدي. تمام كده؟ طيب عندنا ايه تاني؟ عندنا بقى بي ال سكوال ايرور دي بقى لو انت اصلا عايز ترايز ايرور بقى بتاع البي ال. معايا يا باشمهندس؟ يعني انت عايز توضح له الايرور اللي بيحصل نفسه، ممكن تستخدم او قال لك انا اعمل لك حاجه برضو ليها. ممكن تعمل كده وتطلع لو الايرور ده، تعمل كود بي ال جاهز بقى زي ما هو عامل كده. يعني تعالى هنا ناخد برضو على الجوب اي دي، نقول له والله لو الجوب اي دي ده يساوي، خلينا المره دي يساوي واحد، فانت في حاله الواحد دي هترايز ايرور ايا كان رقم ايرور بقى، طبعا نبقى حافظينه، وتقول له ان المشكله في الايتم ده هنا بقى عشان يجيب ان يستبدل. طبعا هنا رايز ابلكيشن ايرور، هيعمل جمله رقم الايرور والرساله اللي هتظهر، وهنا هيعمل باين، هيعمل كونكات عشان يستبدل قيمه الايتم
اللايتنج طبعا لازم تكون الرساله واضحه شويه تمام. فهنا هيرايز ايرور بقى بتاع الايه بتاع الدي ال. تعال نجرب كده. طبعا احنا قلنا لما يساوي ايه كليرك. تعال نجرب ونغير الموظف ونخليه كليرك كده. جت الرساله ماشي. طبعا بيديك امثله كتير عشان لو انت عندك كوليسترين وعايز تطلع رساله الكوليسترين برضو تعملها. طبعا هنا برضو بيسمح لك ان انت لو انت عامل فانكشن وعايز الفانكشن دي بتست بيها حاجه براحتك، او هي فانكشن بتترن ترو فولز لو انت عايز تعمل اكتر من كونديشن مش كونديشن واحد زي ده كده تمام. يعني انا عايز اقول لو ان برضو هنجيب الجوب اي دي بتاعنا ده، لو انا عايز اقول مش بس الجوب اي دي بيساوي واحد، لا انا ممكن اقول له بقى لو الجوب اي دي بيساوي واحد ريترن ترو. واحد ريترن ترو إلس، او اكتب اكتر من إلس من اف ستيتمنت واعمل اللي انا عايزه تمام. او اور اهي لو بيساوي واحد او بيساوي اتنين لو واحد واثنين هيعدي، غير كده مش هيعدي. بريزيدنت لا مش تبعها. اناليست لا. مانجر فيها الاثنين. سيلزمان وكليرك هم اللي هيعدوا تمام كده. فهو دايما مديك اختيارات كثيره قوي. كان ممكن يعمل الكلام ده كله في كوب ال مفتوح وانت تكتب اللي انت عايزه وخلاص، بس هو هنا ريحك. حتى جايب لك هنا بتاع قال لك لو انت عايز تطلع رساله ايرور اللي انت هتطلعها دي انا ممكن اعملها لك تمام. وخدوا بالكم من اي حاجه بتحصل لما يكون بيريترن ترو او فولس، الرساله اللي هتطلع هي الرساله اللي محطوطه في الفاليديشن. هنا هو بيسمح ان انت تطلع رساله ثانيه. هنجرب كده. كل دي انواع فاليديشن نقدر نستخدمها. هنقول لو لا يساوي واحد. دي زي بتاع الرايز ايرور بالظبط. تمام؟ خد بالك دلوقتي اللي ظهرت مين؟ مش الرساله اللي في مش الرساله اللي انا حاططها في الفاليديشن. معايا؟ حتى لو انت خدت بالك رساله الفاليديشن اصلا اختفت. انت معايا ولا لا؟ الرساله مكان الرساله اللي انا كاتبه اصلا اختفى. لان انت استخدمت حاجه انت هتطلع منها الرساله اللي انت عايزها. فلو عايز الرساله تبقى دايناميك وبراحتك كمان ممكن تكون عاملها في كود ولا اي حاجه، تقدر تعمل اي حاجه. فلما يكون بيريترن ترو او فولس هياخد الرساله اللي موجوده هنا، انما بيريترن فاركار فساعتها هياخد الرساله اللي موجوده هنا. ماشي؟ طبعا بقى هنيجي على الحاجات السهله اللي هي الحاجات المباشره. اللي هو item is not null مثلا، انا عايز item اللي هو بتاع النيم ده اللي هو اصلا في الداتا بيز متساب فاضي اللي هو item ايه؟ not null. هناخد الرساله العاديه دي. دلوقتي الايتم ده ما يبقاش null. فلو null معناها ان الكونديشن ده اتحقق هيطلع الرساله ده. تمام؟ اتفقنا ان هو لو رجعت true معناها الدنيا دي تمام فهيعدي. رجعت false فالكونديشن هيقفل. طبعا احنا اتفقنا ان احنا حاطين الايرور على الايتم اللي اسمه ايرور، تعالى نغيره تاني ونخليه على الايتم ده والنيم عشان يبقى ايه الدنيا واضحه. تمام؟ برضه من الحاجات المباشره عكسها، انت عندك ايتم نوت نال اور زيرو لو انت عايز برضه تستخدم. تمام؟ يعني شوف جايب لك ايتم از نوت نال وايتم از نوت نال اور زيرو وايتم از نوت زيرو. ماشي؟ نعملهم هو طبعا نوت نال ومش زيرو كمان. يعني مفترض الزيرو كانت تعدي في المره اللي فاتت، هنا مش هتعدي. الثانيه اللي هي ايتم از نوت زيرو بس.
لو نالله هتعدي ولو زيرو مش هتعدي. نالله هتعدي مش هتعدي. تمام. طيب طبعا هنا بقى قال لك item continuous base، الايتم ما فيهوش مسافات، بدل ما تعملها بالحته بتاع اللي هي ريجولار اكسبريشن، لا هو عاملها لك جاهزه. انت عملت الاسم كده يقول لك ايتم، طبعا الرساله احنا كاتبين نفس الرساله، ممكن نغيرها يعني، خليها بس ايرور كده. ماشي، عندك ايتم كونتينوس بيس، ايتم از الفا نيوميريك، الفا نيوميريك يعني هتقبل ارقام وحروف. ماشي، ايتم از نيوميريك بس هي تعادل لما الايتم بيبقى نمبر. ايتم از نيوميريك ده يبقى الايتم لازم يكون نمبر. راجعين على نفس الصفحه اللي احنا لسه عاملينها دلوقتي، عملنا ابلاي تشينج، مش هيقبل. شلنا ده، احنا عملنا نمبر بس اهو يقبل. ماشي، وعندنا كمان از فاليد ديت، هي از فاليد ديت دي اللي بيستخدمها مع الهاير ديت. ماشي، از فاليد دي اللي بيستخدمها، واز فاليد برضه تايم سبان برضه بيستخدمها مع الهاير ديت لوحده اوتوماتيك. بس انت لو عملت ايتم دلوقتي ديت برضه تقدر تعمل عليهم الفاليديشن دول. هنا ايتم يساوي فاليو، يعني ممكن تجبر ان القيمه اللي جايه في الايتم دي تساوي حاجه معينه. تمام؟ يعني تعالى نعمله على الافيلابيلتي ده مثلا، نعمل كده فاليديشن ان الايتم ده يساوي فاليو، الايتم طبعا هيسالك عليه اللي هو الافيلابيلتي يساوي مثلا واي. الايتم يساوي واي هيعدي. في ناقص رساله طبعا زي ما انتوا خدتوا بالكم كده على الصفحه، لو فيها حاجه ناقصه مش هيعمل سيف اصلا. تمام؟ انت دلوقتي انا سايبه فاضي، لا هو انت كاتب لي ان هو لازم يساوي اس، لازم يساوي واي. طب ان برضه غلط، واي عدي. انا اقدر اجبر اليوزر على قيم معينه، طبعا عكسها موجود، خليها زي ما هي لا تساوي. تعكست الايه. وهنا بقى اس كونتين ان فاليو تقدر تحط له قيم ياخد منها، ده يبقى واي او ان. ماشي، اس كونتين الصوت راح كده. صوت مظبوط يا شباب؟
انا شفتوش سامعيني ازاي؟ سامعيني ولا يا جماعه؟ الصوت راجع كويس. انا اسف معلش سيد، انت وقفت التسجيل ولا حاجه؟ ارجع اديني الهوست بقى. تمام الهوست عندك. ألو السلام عليكم. ايوه عليكم السلام. معلش يا جماعه، اسف اسف، التليفون بحد بيرن عليا فبيفصل لي الهوت سبوت. انا اسف. تمام التسجيل شغال. تمام ماشي. هاي دي اوت ده. تمام، فاحنا دلوقتي عملنا اللي هو الايتم هيبقى بيقبل قيمتين او اكتر. انا ممكن دلوقتي نعيله يس وارجع اديله نو، هيقبلها، هيقبل اي قيمه انا هحطها في القيم دي، فتح لك ان انت تضيف اكتر من قيمه. تمام، وعكسها موجود برضو، ان انت لو عايز تجبره ان هو يحط قيم بس يبعد عن دوله برضو شغاله. دلوقتي مش هيقبل الـ yes او النو، اي حاجه تانيه هيقبلها. نرجع نحط له yes كده او الواي، مش هيقبلها. تمام، عندنا طبعا هيك تقول له contain character in specific value. يعني ايه؟ يعني انت لو قلت له كده وكتبت له علي، هيقبل الحروف اللي فيها الكلمات دي بس، اللي موجوده في الكلمه دي بس. اديته دلوقتي اكس مش هيقبلها، اديته ال اللي هي جوه كلمه علي هيعدي معايا. تمام، هنا بقى ممكن اقول له at least one of the character، يعني اقول له ايه؟ على الاقل واحد من دول. تعالى نعملها على النيم افضل عشان ده كار واحد بس اصلا. فانت هنا ممكن تعمل له كده create validation ونختار الجزء اللي هي at least one character من دول. تمام، ده الايتم بتاعنا طبعا، ان هو اعمل له كده a b c d e f كده، على الاقل ياخد واحد من دول. طبعا الايرور نقص. خد بالك احنا عاملين من A B C D E F. لو جيت عدلت كده واديت لي النيم ده مثلا واي مش هيبقى، انما لو اديته اي حرف وبعدين الواي، اي حرف من اللي معايا دول وبعدين اديته الواي او اديته اي حاجه ثانيه هيقبل. ان هو قايل لك هنا ايه؟ اتليست واحد من دول. تمام، وطبعا عكسها اهو doesn't contain any of this character. هنا بقى عكسها، ما تحتويش اي حاجه من دول. عملنا كده هيقول لي خطا لان الايه تبعه، انما لو عملت ار تي كده مش مشكله لان هو الحرف مش ولا واحد من دول. تمام، فانت ممكن تحط هنا السبيشال كاركتر عشان ما يستخدمهاش مثلا. ده مثال، لو عملت كده ماشي، مثلا افترض ان هو ما يحتويش حاجه من دول، عن تيست كده
طبعا غير اللي هي الريجول اكسبريشن اللي هنشتغل عليها دلوقتي كده مفيش مشكله. لو جيت بقى واستخدمت جواه كده هيبدا يطلع الخطا لان هو لقى حرف منهم موجود. طبعا هو بيسهل عليك بيديك اقتراحات كل اللي يجي في دماغك ماشي. طبعا بيجي برضو الحاجه الاصعب او الحاجه اللي ممكن ما تجيش في دماغ حد اللي هو انا عايز اعمل حاجه بقى زي اللي بتفاليديت الميل او بتفاليديت الحاجه دي او عايز فيها حروف وكاركتر بس ياخد مثلا الكابيتال بس او الكلام ده كله او يحط حروف كابيتال بس او يحط سمول بس. هنا يجي دور الريجول اكسبريشن تمام. مش محتاج منك ان انت تحفظها اساسا، محتاج انك تروح تدور على النت وتعرف الريجول اكسبريشن اللي انت عايزه بيعمل ايه وتجيبه. يعني احنا لو جينا هنا جبنا ريجولر اكسبريشن مثلا الاوراكل ساعات بتختلف في حاجات معينه تمام، وتشوف انت عايز ايه. مثلا لو قلنا الميل مثلا الميل كده هناخد الاكزامبل نشوف الاكزامبل هو بيعمل ايه. انت هنا طبعا لو انت عايز تعرفها وتحفظها هي لها استراكشر كده معين، ان هنا بتعرف ان هو يحط كام حرف، هنا يقبل ياخد من كذا لكذا، لها طريقه معينه يعني. بس انا ما بحبش احفظ، فبحب ادور على الحاجه اللي انا عايزها. يعني هنا بتاع ما اظن دي معناها حروف من ثلاثه اقل من ثلاثه، ما بتقلش عن ثلاثه وما تزيدش عن خمسه. هتشوف انت الاكسبريشن اللي انت عايزه وتنفذه منها الاكسبريشن بتاع الميل. هنجيب الميل ونزله بلاجن لها كمان. يعني تقولوا معلش النهارده انا اجيب لكم كام بلاجن لايه الجزء بتاع الديناميك اكشن اللي انا قلت لكم عليه. تعال نشوف دي كده نشوف. يعني ممكن دي تنفع او نجيب مثال واضح شوية كده اهو زي ما هو كده بقى بره القوسين كده. انت بتستخدم طريقة الايه الايميل فورمولا فورمة الايتم ده لو مش فورمة الايميل مش هتعدي. طبعا يكون بس الريجول اكسبريشن مظبوط. تعال كده نعمل خطأ. طب تعال نعمل له ات اي حاجة بعدين ابلاي تشينج برضه ناقص حاجه. طب دوت بعدها بعدين اي حاجه ناقص حاجه. طب نكتب له بعدها اي حاجه عدت تمام. طبعا يعني عايزه تست شويه تتاكد ان هي مظبوطه عشان تيجي تستخدمها تبقى انت متاكد من شغلك معايا. انا متهيألي كان في بلجن لها لا مش دي ونجيب حاجه ثانيه بلجن لا تندمي لا لا مش هي دي في ايميل فاليديشن ما اظن كده. سوري تمام كده الفاليديشن فيه مشكله يا باشمهندس؟ اي حد عنده مشكله فيها؟ واضحه هندسه كويس. يعني تعال هنا يا باشمهندس نعملها مع زرار السيت بس تمام عشان يبقى طبقنا النقطه دي برضو. انا هنا المفترض في السيف لو في خطا اهو الفاليديشن مش مظبوط مثلا بتاع ريجول اكسبريشن فهيتنفس. طب تعالى نعمل دلوقتي كرييت ونحط ايميل غلط بنفس الفورمات. عدى اهو يا هندسه تمام تمام. لو جيت عامل لايت تشينج دلوقتي هيقف
تمام؟ وممكن كمان ما اعملش الكلام ده خالص واعمل له كونديشن لحد ما نيجي لجزئيه الكونديشن. بس تعالى بس دلوقتي نقول له انا عندي حاجه اسمها نيفر ما يشتغلش خالص، هنشوف فايده نيفر دي قدام دلوقتي. بس تعالى نقول له بس ايه رول ريتيرن اللي احنا كنا عاملينها قبل كده، نقول له سيلكت كده وان ايه فروم دول، بس افترض يكون هي دي كده كده هترجع رو. ثم هي هترجع رو الكونديشن متحقق، فالفاليديشن هيتحقق هيتطبق بمعنى صح. لو جيت هنا وقلت له الواحد يساوي 2 فبالتالي عمرها ما هترجع رو، بالتالي الكونديشن ده عمره هيتحقق فاهم، هيعدي تمام ماشي. يعني انت ممكن تكون عندك يوزر تخليه يحط مثلا الباسورد بتاعته او قيمه معينه في ايتم، ويوزر تاني لا مش لازم يحط حاجه عشان يعدي معايا. البلاجن اللي انا بدور عليها الادرس فاليديشن، الادرس فاليديشن اهي اوريها لكم بس حتى في الديمو بتاعها. طبعا واحنا شغالين كده تعال نبص الفكره بتبقى عامله ازاي. ايا كانت الصفحه بتاعت البلاجن او الموقع بتاعها دايما بيبقى مديك ثلاث حاجات، الديمو بتاعها لو عايز تبص شغاله ازاي، والداونلود، وساعات بيديك الجيت هاب بروجكت تمام. فهنا الجيت هاب ممكن نروح للسورس بتاعه وتشوفه معمول ازاي لو عايز، او تحط كومنت للراجل اللي عامله لو عايز تعلق على حاجه. طبعا هنا هيعمل داونلود، وهنا ده الديم تعال برضه يعمل داونلود ونجربه عشان يبقى خدنا كل الخطوات. هنا الديمو دايما بيبقى مفتوح او كاتب لك يا اما مفتوح الاوثنتيكيشن ما فيش يوزر تخش عليه، او مديك اليوزر نيم والباسورد. طبعا ده الجيت هاب بيبقى شارح لك اهو الملفات الموجوده، وهنا ده اللي بيبقى مكتوب هنا ده اللي بيبقى مكتوب جوه ملف الريد مي ماشي. وهنا لو محتاج الخطوات هتلاقيه بيقول لك اهو بيشرح ان انت هتعمل داونلود للبلجن، وبعدين تعمل امبورت للبلجن جوه الابلكيشن بتاعك تمام. هو بس هنا محتاج اي بي اي كي، بعد كده تعمل ايفنت وتستخدمه في ترو اكشن. هنا عباره عن دايناميك اكشن اهو. الفاليديشن ده او الجزء بتاع الايتم ده عباره عن دايناميك اكشن. هنجربه كده الابلكيشن بتاعنا اهو. تاني يا جماعه بنعيد على النقطه دي تاني، انت عندك بلجن ايا كان نوعه عشان اعمل له امبورت الابلكيشن بتاعي بخش على الشيلد كومبوننت في جزئيه للبلجن، وبعد كده بعمل امبورت. لو عايز اجيبه من واحد تاني في الابلكيشن بعمل كرييت واقول له خطوري من واحد موجود في ابلكيشن تاني. براوز الايتم بتاعي عبارة عن ديناميك اكشن. مش عارف ده ولا ده؟ لا ده حاجة تانية. ساعات بيبقى عامل سورس لحاجة تانية بتشتغل مثلا مع داتا بيس تانية ولا أي حاجة. تمام تختار الأبلكيشن. هنا النقطة اللي كان بيس عليها ان هو لازم تحط له اي بي اي. مش عارف انا الاي بي اي بتاعه ده طبعا، بس ممكن ما يشتغلش دلوقتي محتاج الاي اي. طب دي مش عارفها الاي بي اي ده تمام. طبعا لو عملته نرجع لصفحته كده ممكن نرجع للينك بتاعه نبص عليه. هو بيقول لك انت لازم تحط الاي بي اي اخر سطر. لا اخر سطر. اخر سطر فين؟ validate email address from your Oracle database مش عارف ايه. ما هو هنا بيشرح في لينك هتجيب الاي بي اي بتاع البي ال
مش عارف هيبقى موجود ولا لا. Restore the instruction. انا بس ما استخدمتوش فمش عارف الاي اي قصده بيه ايه. بس ممكن ندور عليه او نروح على البلوجر نفسه كمان شرح استخدامها. الراجل اللي عاملها دايما كمان بيبقى موجود ممكن نوصل له هو قصده بيه ايه اصلا بتاع الحته دي. دخلنا في سكه تاني. هو قال اقول بي ال سيكوال اي بي اي كاتب لك داونلودنج فروم هير اهي كمان. مش عارف مش عارف انا اوصل لها اصلا. ده هو اصل هو مستخدم حاجه اسمها ميل جيرني دي فهو عايز الاي اي بتاعها هندسه. ابقى اجرب انا المثال ده. تعال نيجي للبلاجن كده ونفتكر الحته اللي انا كنت عايز اجيبها. نجيب دايناميك اكشن تاني نستخدمه. انا كنت عايز اعملها لكم المره اللي فاتت بس نسيتها. هنا هنشرح على دايناميك اكشن اهو. اجيب لكم مثال كويس. سكيب بندر سيشن تايم اوت تول بار. الانيميت ده كويس برضو. كوبي داون دي عملوها الانتراكتيف جريد عشان يعمل كوبي الايتم يحطه في ايتم تاني في الداتابيز. نفذوها بقى وثبتوها في الابلكيشن الجديد في الفيرجن الجديد اللي هو فيرجن 2. دي حاجه سهله. لايف فاليديشن نشوفها. بدور على الثانية بتاع الانتراكتيف ريبورت اللي انا قلت لكم عليها المرة اللي فاتت. دي التري اللي كانوا عملوها اللي هي بتعمل ريفريش. وهنا ماستر ديتيل. هنا ريفريش وهنا باسورد. اه تعالى ناخد باسورد سترينجز دي كده. عارفها دي هندسة؟ عارفين دي؟ لما تعمل باسورد وتشيك السترينج بتاعها فعمل لك بلوجن ليها. صح عشان اعرف عايزه هي كمان. تعال نشوف الشرح بتاعها بيقول ايه. جت ديمو ريكويست تمبورت البلجن ده تمام. وفي الايفنت في البيج لود الايفنت في البيج لود ترو اكشن ده والافكتد يبقى الايتم او الجي كويري سيلكتور. خد بالك من النقطه دي يا هندسه او بيقول لك بيشرح لك اهو عشان تبقى عارف. تعال نطبقها. هنا بيسالك اهو لو انت عايز اهو الرسائل اللي هتظهر ايه فيري بور بور يعني تقدر. هنا اللي احنا اتكلمنا عليه لو انتوا فاكرين اللي حاجه اسمها كومبوننت سيتنج الحاجات اللي انا بغيرها على مستوى الابلكيشن ككل. فالبلجن دي لها كومبوننت سيتنج اللي هي الرسائل اللي هتظهر جنب كل قيمه من الفاليو بتاع الباسورد ويك ولا جود ولا سترينج. ممكن نغيرها ونكتبها بالعربي تمام. هنيجي بقى في الصفحه بتاعتنا نعمل ايديت وقال لك هنا اعملها في البيج لود. تعال نطلع بس بالصفحه عشان نشوف البلجن الجديده. الشرح بتاعه قال لك اعملها في الايه؟ في البيج لود واستخدم الدايناميك اكشن في الترو اكشن واعمل الافكت دي يا اما الايتم نفسه يا اما الجي كوري سيلكتور لو انت مش عارف الايتم. تمام؟ هنيجي هنا في البيج لود الكريت دايناميك اكشن ماشي
وهنستخدم مين؟ ماشي. هنا بقول لك الافكتيف ايتم مين؟ قال لك لا، اما تعمل جي كيو سيلكتور او الايتم اللي انت عايز يعمل عليه الشيك للنقطه دي. تعالى نخليه السالري. هو طبعا مش السالري ده مش باسورد، بس خليه يشيك عليه القيمه دي. بلك طبعا بيجيب ال كم انت عاملها، ويجيب لك هنا الرساله بتاعته اللي انت اللي انت حطيتها اصلا. احنا بصينا المفترض كنا بصينا على البلاجن، وفي شويه حاجات عايز تعدل فيها. تقدر تغير في الاتريبيوت بتاعتها، اللي هو لحد ايه يبقى سترينج، ولحد ايه يبقى ويك، والكلام ده كله. لو بصيت على البلاجن وممكن تفهم منها الحاجات دي. هي دي الرسائل اللي بتاعتنا، وادي الرسائل بتاع الرساله، وهنا اللينس اهو 8 تمام، وهنا الفيدباك لو عايز حاجات كلها تقدر تعدلها. كل الحاجات اللي هي الويزر دي تقدر تعدلها، وده الكود بتاعها اللي هو بيتشيك الكلام ده. لو انت عندك خبره في الجافا سكريبت تقدر تستخدمه تمام. عن تيست تاني على الصفحه، او تعال نعمل ايتم. تعال نعمل ايتم هنا على الصفحه، كونش داتابيز ايتم. خلينا نقلل النوع بتاعه اصلا باسورد ماشي، ونشيل الايتم ده من الداتابيز بس تمام. والديناميك اكشن بتاعنا اللي احنا عاملينه هنغيره على الايتم مين اللي هو النيو. تشيك كده ده النيو، طبعا هيبقى باسورد فمش هيظهر تمام. اهو كاتب لك اهو ديت ار اوف ايزي تو سجست، قال لك جود، فيها ارقام وحروف فيها سبيشال كاركتر، قال لك جود اهو تمام. لو عملت حاجه معقده دلوقتي، طبعا الكلام ده كله فين؟ جوه جافا سكريبت. ليك قال لك سهله تخترق من ارقام ورا بعضها. معايا يا جماعه؟ ماشي. ده مثال على دايناميك اكشن برضه، يعني الكلام ده عشان تقدر تعمله انت بكود مش هتعرف. انا صراحه يعني عايزك تكون انت راجل فاهم جافا سكريبت قوي، وكتبت الفانكشن بتاع الجافا سكريبت دي، وعملت الايفنت ده على التغيير. يعني انت ممكن تعمل الكلام ده بالجافا سكريبت ينفع، بس عايز واحد يكون بيعرف جافا سكريبت كويس تمام. ده مثال برضه للايه؟ للبلجن. عايزين واحدة كمان تكون دايناميك اكشن توضح الفكرة كمان. في اللي هي بتاعت الانتراكتيف ريبورت دي كنت عايز اجيبها لكم، جميلة قوي. تكون في الصفحة التانية على نجيب دايناميك اكشن. تهيألي هنا الشتاء. طب خلاص تمام، بجيبها لكم هي عندي برضو. قلت كده جبت اكسل ممكن تكون ظاهرة. عندي بجيبها لكم ابلكيشن اهو. نعمل شيرد كومبوننت، وبرضو نعمل بلجن بورت، بس هجيبها المرة دي من عندي. افتكر مكانها بس اكس 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 كنت بقسمهم اكشن في دايناميك اكشن. انا ادخلت جوه اللايتين اهي.
بس خد بالك بقى دي معاها كود، دي معاها باكج هي اللي بتعمل الكلام ده. اجيب لكم الباكج بتاعتها برضو. معاها هنا كود باكج ده، هي حتى بيقول لك اعمل انستول ليها لان هي المسؤوله عن الكلام ده. تمام، ودي كل الحاجات دي اهو اللي بيخرج الاكس ام ال وبيخرج، لان لا اكتر من فيرجن يعني. تعالى نعمل دي كده، نجيب الكود بتاعها برضو. هو نبقى نعمله امبورت لي بطريقه السكريبت افضل. تمام، تعمل انستول الابلكيشن. هي شغاله دلوقتي مش هتعمل حاجه، لازم لها شويه حاجات مربوطه بها. هم عملوا باكج عشان يخرج الداونلود بتاع الاكسل من الانتراكتيف جريد بالطريقه اللي احنا عايزينها. مشكلة انا كمان ناسي ان البرينتر سيرفر مش شغال، مش هيعملها. هوريكم بس فكرتها، ما نعمل برينتر سيرفر ان شاء الله بعملها لكم. لو جينا هنا على انتراكتيف جريد ده، ده انتراكتيف ريورد هنا. تمام، عملت ايديت كده وجيت عملت البلجن دلوقتي. تمام، ايه تعالى نعمل كده كريت دايناميك اكشن. شايف دي؟ ايه، خد بالك دي دايناميك اكشن كايه؟ كايفنت. معايا؟ الايفنت نفسه اسمه ايه؟ بيستخدمه لما يجي يعمل داونلود من اكس ال اس من الانتراكتيف ريبورت. ماشي؟ بيبقى محتاج منك انك تقول له مين الريجون اللي عليه الكلام ده. تمام؟ هنا بقى بيقول لك انت عايز يعني انا اعمل لك ايه؟ هتلاقي برضو ال الديناميك اكشن ده موجود كايفنت وكاكشن، لان انت مش هتعرف تقول له ايه، لان انت مش هتعرف تروح تقول له بص لما يجي يعمل داونلود على هنا اعملها، مش هتعرف لان انت مش هتعرف تتحكم في دي. تمام، فدلوقتي خلاص تقدر تربطه بزرار وهي بيقول لك اعمله لك مع ترو اكشن ولا لا. كمان اهو داونلود بتاع الاكسل اهو، هنا بيقول لك اضيف لك اد اكس ال اس ايكون تو داونلود دايلوج. تعال بس نتسته كده اوريكم شكله بس. وطبعا عشان مش لاقي الكود زي ما انا قلت لكم بتاع البلجن ناقص لها كود. بص هو بيدور على ايه؟ اي ار تو اكس ال اس، ده اللي انا قلت لكم هنعمل له امبورت. طبعا هو مش هينفع، مش هينفع ينضاف، هينضاف بس مش هينفع يبان لان احنا مش عاملين الايه؟ الانتراكت البرنتر سيرفر. تمام؟ في اسئله بتاعت جزئيه الفاليديشن دي؟ جماعه الفكره واضحه خلاص. هي فكره الفاليديشن واضحه وسهله، لان انت كمان ممكن تعمل عليها اوفر رايد بالديناميك اكشن لو انت عايز تعمل الفاليديشن اللي هو، والجافا سكريبت يا باشمهندس ممنوع تقدر تعمل لك لايف فاليديشن لو انت مش عايز تضغط على زرار السبمت. معايا؟ انت مش عايز تعمل سبمت عشان يعمل فاليديشن، تقدر عن طريق الجافا سكريبت برضه. هي اللي تبقى اكتر حاجه طبعا هيقعد يبوظ لنا الصفحه بتاعتنا دي. ديليت بس الديناميك اكشن ده تاني. تقدر بالجافا سكريبت يا باشمهندس مع اي حركه جوه اي ايتم تعمل فاليديت. نيجي بقى لجزئيه مهمه جدا واللي هي بقى ميزتها ان هي موجوده في كل حته. زيها زي ال الكونديشن دي موجوده زي الاوثرايزيشن وزي البيلد اوبشن مع كل حاجه. عندي ليه ده اللي رفع الصفحه بتاعتنا ونفرق بقى الكونديشن. مهم جدا الكونديشن على مستوى ما تحطه على فاليديشن او تحطه على كونديشن هو مش او على يا ربي بروسيس مش هينفذها، انما لما تحطه على ايتم معناها انك بتقول له ان الايتم ده هيظهر ولا مش هيظهر.
تمام، عشان الكونديشن ده مش بس هنا، ده على اكتر من حاجه. فدلوقتي احنا هنجربه على مستوى الايتم او الريجون او على مستوى ان الحاجه تظهر ولا ما تظهرش. تمام، لو جينا على الايتم اللي هو الاسم وايه نيم ده، وسيبنا بقى من جزئيه الفاليديشن ونزلنا عليه، دايما هنلاقي حاجه اسمها كونديشن، سيرفر سايد كونديشن. اه هنا بيقول لك انت عايز ايه بالنسبه للايتم ده. لو انا عملت له نفس القصه اللي احنا عملناها اللي هي رو ريتيرن، وقلت له هي سيلكت وان فروم دول، المفترض دلوقتي ان الكرهايه دي بترجع رو، المفترض الايتم ده هيظهر. تمام، لو غيرت الكرهايه حطيت فيها كونديشن خليها ما ترجعش رو، دلوقتي الايتم مش هيظهر. تمام معايا؟ خدوا بالكم نفس القصه بالنسبه لمين؟ للريد اونلي، بس فيهم حاجات مختلفه كده هنعدي عليهم بسرعه اما نروح لها. معايا النقطه دي؟ يبقى الكونديشن لما اجي احطه على ايتم او ريجن او صفحه معناها ان الحاجه مش هتظهر اصلا. تعالى نعملها كده على مستوى الصفحه. الاول انا بتصير ريجن، الريجن برضه له حاجه اسمها سيرفر سايد كونديشن، قلت له رو ريتيرن عشان يظهر لازم الكورهيه دي ترجع رو، واديته كورهيه ما بترجعش رو اصلا. فبالتالي الريجن كله مش هيظهر. فنقدر نستخدم الجزئيه دي في الـ في السكيورتي او في الاوثرايزيشن برضه زياده كمان. تمام؟ ونفس النقطه بالنسبه للريد اونلي. يعني لو سيبنا الحته دي كده ونزلنا الريد اونلي بقى ساعتها، معناها ان الايتم او الريجن هيقلب ليه ريد اونلي. لو عملنا كده هي، بس هناك العكس بقى، هنا هيفضل لسه مفتوح. هناك العكس ازاي؟ يعني ريد اونلي دي لازم تديها الشرط اللي هيتحقق عشان تبقى ريد اونلي، عكس الكونديشن. يعني الكونديشن لما بتديها شرط ويتحقق الايتم ما بيظهرش. تمام، يا رب الايتم بيظهر، لو الشرط غير ما رجعش اللي هو عايزه الايتم ما بيظهر. هنا بقى عشان تقول له رو ريتيرن، امتى يرو ريتيرن او امتى يبقى ريد اونلي؟ لما دي رو ريتيرن مش العكس. تعال نقول له كده، ساعتها الايتم بيتحول لايه؟ كل الايتم اللي جواه او الريجن بيتحول كله ليه بالمنظر اللي هو ريد اونلي ده. تمام، انا عندي عليه ممكن. طيب بالنسبه للصفحه اللي هيحصل، سيبنا ده خالص كده، نزلنا على مستوى الصفحة، برضو الصفحة ليها جزئية فين؟ صح، برضو ليها ريد اونلي. تمام، وليها اوثرايزيشن بس ملهاش كونديشن. تمام، لها بيلد اوبشن برضو زي ما احنا قلنا قبل كده، ماشي، ولها اوثرايزيشن هي السكيورتي بتاعتي، الاوثرايزيشن والاوثنتيكيشن، ولها ريد اونلي بس ملهاش كونديشن. لان هقول لك انت لما هتعمل كونديشن هتعملها ليه اصلا؟ طب انا افرض انا عايز اعمل كونديشن على الصفحه، قال لك بتعملها على التابه بتاعتها زي، تعالى بس ريد اونلي كده اولويز على الصفحه كلها. اولويز معناها انه دايما دايما هيتحقق الشرط بتاع الريد اونلي ده، تلاقي الصفحه كلها ريد اونلي. طبعا ريد اونلي بيتطبق على الحاجات اللي هي ايتم. افرض انا عايز احط كونديشن على الصفحه نفسها، لا قال لك انت ليك اكتر من طريقه، انت ليك اصلا ليك اوثرايزيشن، ليك الفاليديشن بتاعتك، ليك الحاجات دي كلها، ممكن تعمل على التابه نفسها بتاعت الصفحه تظهر ولا ما تظهرش، ماشي. انما الصفحه نفسها ما اظنش ان هي لها سيرفر سايد كونديشن، ملهاش. تمام، التابه نفسها او النافيجيشن نفسه ده له كونديشن. الليسته بتاعتنا لو رحنا على النافيجيشن منيو،
لو جينا مثلا على دي البلو ريبورت دي كده دايما عندي الكونديشن، وانا اقدر برضو احط كونديشن على التابه نفسها. يعني لو جينا على الصفحه التابه دي كده وقلنا له برضو بقى، بس خد بالك بتختلف شويه الحاجات بتاعتها، بتختلف الكونديشن بتاعتها بتختلف، عشان دايما خد بالك لما تيجي تشتغل هتلاقي الكونديشن بتختلف على حسب انت ضايف على ايه. في زنة كده مش عارف من عندي ولا من مين. تمام معايا هندسه؟ اه بس عايز اسال حته، لو انا عامل المنيو دي دايناميك بجيبها من الداتابيز ومدي صلاحيات لليوزرز واحد على انه فقط ان هو ريد اونلي يعني، تمام تنفذها دي عايز تعملها من الداتابيز؟ تمام. وبعد ما الصفحه تتفتح يبقى هو ياخد ريد اونلي؟ لا هي الفكره كلها ايه، انا يعني احنا عندنا منيو بدل ما هي تكتبها كده على على الاركس انا هجيبها من الداتابيز. عارف اعملها ديناميك؟ احنا ممكن نعمل ممكن نعمل لسه ديناميك هنا بيزد على اليوزر رول. سهل يا باشمهندس، مش هبان له اصلا. لا يعني لا عايز ابان، عايز ابان وبعدين بس يعني يبقى ريد اونلي مثلا. لا دي بص يا باشمهندس بقى، لما نيجي نتكلم في الجزئيه بتاعت الاكتبات دي، لا هي تظهر او ما تظهرش، انما ساعتها الجزئيه اللي حضرتك بتتكلم عليها دي بقى هنعملها في الاوثرايزيشن. كيف تعملها دايناميك؟ طيب نعملها دايناميك برضو، هنعملها دايناميك بس تبقى جزئيه ان هو يبقى ريد اونلي ولا مش ريد اونلي، مش على النافيجيشن، هيبقى على على محتوى الصفحه، على المحتوى نفسه. تمام. انما الصفحه انا على الرول بتاعته بحدد. انما جزئيه التابه دي هي بتتكلم ان هي التابه دي هتظهر ولا مش هتظهر. تمام. واقدر خد بالك حضرتك بص كمان، حتى التابه مش مهندس لها ان انا احط لها كونديشن، واقدر احط لها اوثرايزيشن سكيما. يعني اقول اليوزر الفلاني، او لو انا عامل اوثرايزيشن سكيما بجمع لي الناس اللي هم المديرين بس، اقدر اقول ان التابه دي تظهر للمديرين بس. تمام. واقدر اقول ان التابه دي تظهر في بيلد اوبشن معين زي ما احنا اتفقنا كمان. بس المشكله الكبيره ان انت لو اليوزر عارف اللينك كده وراه على صفحه هي اصلا مش ظاهره له، هيروح لها. فساعتها انا لازم امانج المحتوى الداخلي للصفحه. تمام. او اعمل الصفحه نفسها، انا عندي الصفحه نفسها لها اوثرايزيشن، صفحه كده كده لها اوثرايزيشن. فساعتها لما اقول للراجل الصفحه دي الاوثرايزيشن اللي هو ادمن، اليوزر الثاني مهما راح عليها مش هتفتح له. فتعالى نفرق ما بين التابات نفسها او الليسته وما بين الصفحه نفسها. دي معناها ان انا بقول ان التابه دي مش هتظهر. يعني تعالى كده يا باشمهندس نقول ان التابه دي اللي هي بتاعت صفحه 3-2 دي ما تظهرش نيفر يعني. تمام. والايديت كده على الصفحه، فالتابه اختفت صح. لو انا رحت الاثنين كده هتشتغل معايا. معايا يا باشمهندس؟ معاك. فهو التابه لها حاجات، لها دور يعني، والصفحة نفسها لها دور. فالتابات دي نافيجيشن، مش مهم انت بتخفي النافيجيشن وخلاص. فهي برضو تبقى ميزة ان انت تبقى اللي ظاهر للعميل اللي هو هيستخدمه بس، في نفس الوقت المحتوى اللي هو اللي جواه انا اربط الحتة بتاع ده ريد اونلي اعتمادا على كونديشن تاني ولا لا. انا ممكن اخلي السالري بس مفتوح، او السالري والكوميشن مفتوح لمدير الحسابات بس، وبقيه الناس يبقى ليه تقول لي عندهم ايه المشكله تتعمل. وكانت فيها حاجه جميله بقى يا باشمهندس، ان انا كنت بحط الكونديشن بتاع التابه دي عباره عن ايه؟ عباره عن كومباينيشن ما بين الاوثرايزيشن. يعني ميزه الحته بتاعت الكونديشن ان انت تقدر تستخدم فيها كل حاجه في الاوثرايزيشن، ده لدرجه ان انت بتقدر تستخدم الاي بي اي بتاع ابيكس لك الحته بتاع الاوثرايزيشن دي، ان انت تشيك تعمل كونديشن بيتشيك الاوثرايزيشن، هل الراجل ده مسموح له ولا لا. فالكونديشن بيحتوي على كل حاجه. لو استخدمنا الاي بي اي نقدر نجيب كل حاجه. بص كده هندسه، ده اي بي اي بتاع الاوثرايزيشن، وده الاي بي اي بتاع الاوثنتيكيشن والاوثرايزيشن. تقدر ساعتها
تروح تتشيك هل اليوزر ده يعني احنا عندنا فانكشن كده بتتشيك الاوثرايزيشن، تدي له اسم الاوثرايزيشن وتروح تقول له تشيك هل هو ده ولا لا. يبقى انت دلوقتي يعتبر استخدمت الاوثرايزيشن بتاعته من غير ما تستخدمها في الاوثرايزيشن، استخدمها في الكونديشن بس روحت جبت الاوثرايزيشن برضه. طب سؤال، اليوزر ده لازم يكون متعرف داخل الابكس نفسها ولا ممكن يكون على الداتا؟ لا لا على حسب زي ما انت عايز. بص عشان الميزه هنا ايه بقى، ان انت بتبقى عامل ميزه الابكس ان انت بتعمل اوثنتيكيشن سكيما، مهما انت عملت الاوثنتيكيشن سكيما وغيرتها هو ملوش دعوه، هو شغال زي ما هو بيترجم. بمعنى اصح انت اليوزر جاي منين؟ اليوزر جاي من ثلاث حاجات، يا اما جاي من الداتابيز، يا اما جاي بمعنى اصح هو يوزر داتابيز متسجل جوه الداتابيز لو انت بتعمل يوزر او بتعمل سكيما لكل يوزر، او يوزر متسجل جوه جدول، او ابيكس يوزر برضو. ايه المشكله؟ انا ان شاء الله اعمل لكم ابلكيشن كده عن طريق الاي بي اي بتاع ابيكس بيكريت اليوزر بتاع الابيكس وبيديله صلاحيات برضو. معايا هندسه؟ مش مهم اليوزر جاي منين يا باشمهندس، المهم ان انت تديله اوثرايزيشن سيلكتايه او كونديشن يتحقق عليه، مش مهم هو جاي منين. تمام. الناس نامت ولا كلهم خرجوا ليه؟ اللي فصل عندهم ولا ايه؟ معايا يا باشمهندس في النقطه دي؟ معاك يا فندم. تمام. فتعال بقى نرجع للكونديشن بتاعنا. ودلوقتي احنا قلنا لما نستخدمه على مستوى ايتم او ريجون معناها ان الايتم ده يظهر او ما يظهرش. تمام. انا ممكن كمان استخدمه مع البروسيس نفسها. يعني ايه؟ يعني انت عامل بروسيس بتاعه سيف او ابديت او ديليت او اي حاجه. تعال نريترن دي تاني. خد بالك الكونديشن بتاعك ممكن هنا تعمل كونديشن كبير جدا، هنا بقى بتلاقي حاجات تانيه تقدر تستخدمها. يعني تقدر تقول له ان دي تظهر مع 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 لغه معينه وما تظهرش مع لغه معينه. يعني لو انت عامل اثنين نافيجيشن او انت عامل اثنين ليست، واحده عربي واحده انجليزي، تقدر تخلي دي تظهر مع واحده مع لغه ودي تظهر مع لغه. بمعنى اصح الكونديشن ده بيتغير على حسب انا واقف فين. تعال نلغي بس الحته بتاع الكونديشن عشان تظهر لنا فين عشان نستخدمها. دلوقتي انا ممكن اخلي ابلاي تشينج دي يا باشمهندس او بروسيس الابديت دي ما تتنفذش. تمام. تعالى كده نروح على البروسيس دي. مشكله البروسيس دي ان هي على الثلاثه، على الثلاثه مفيش مشكله، احنا ممكن نلغيها برضه. تمام. انا ممكن اجي هنا على البروسيس دي يا باشمهندس واقول له مثلا ان هي تظهر بس او تتنفذ مع اليوزر مثلا اللي اسمه كذا، او مع سلكتاي، او مع الشروط اللي احنا هناخدها دلوقتي. انا استخدم الامثله بتاعتها اللي هي بتاع ان هي ترجع رو وان هي ترجع رو. هي دي طبعا مش هترجع رو. ها المفترض ان البروسيس دي مش هترن. تعال نجرب. تعال نظهر اللايت اللي احنا خافيناه ده. الكونديشن بتاعه. افترض انا هعدل اهو يا باشمهندس. اعمل ابلاي تشينج. الصفحه هتصمت وتروح ومفيش حاجه اتعدلت. معايا؟ ديليت يقول لي اوكي والصفحه اتصمت واليوزر ما اتدلتش. معايا؟ فهمتني يا باشمهندس في النقطه دي؟ لا بس حاسس ان هي رخامه بصراحه. هي انا بس بديك، اصل انت ممكن دلوقتي تعمل بروسيس تاني، انا ما بتكلمش على البروسيس الاساسيه. ممكن تكون انت عامل اكتر من بروسيس، بس البروسيس دي مثلا على افتراض مثلا فرنس في يوزر انت عايز تتراك اليوزر ده بعينه، واخد بال حضرتك؟ بتتراك اليوزر ده هل عمل ابديت، عمل انسيرت، عمل ديليت. فانت عامل بروسيس مثلا بتعمل انسيرت في جدول، فانت بس عايز البروسيس دي تترن مع يوزر بعينه او مع حد بعينه او اي حاجه ايا كان. يعني
انا يعني مش بقول لك كده عشان احنا نوقف البروسيس، انا قد ما بقول لك ان الكونديشن لما بيتطبق مع بروسيس معناه ان هو ما بينفذهاش، موجوده اه بس ما بتتنفذش. الفكره واضحه. ومع الفاليديشن ومع الديناميك اكشن برضو الكونديشن دايما بيوقف الحاجه، بتبقى شغاله وباين قدامك انها شغاله انما فعليا ما بتتحققش. تمام. تعالى بقى ناخد انواع الكونديشن كده واحده واحده، بس طبعا هم بيختلفوا زي ما احنا اتفقنا على حسب انت شغال على ايه. الكونديشن بتاعنا سيرفر سايد كونديشن كالعاده بقى، تعال بص على اللي احنا خدناه قبل كده، مهمه دي اول الحته بتاع الريكوست دي جميله، دي ممكن نتراك بيها حاجه ثانيه كمان. طبعا الروتر احنا خدناها فكرتها تمام، مش محتاجين نعيدها. او تاني اهو نعملهم بسرعه، سيلكت 1 دول. طبعا انا بتست كونديشن، ممكن يكون اي كونديشن تاني، كونديشن جاي من الداتا بيس، ممكن تجيب سيلكتايا ان الراجل ده في الاداره الفلانيه اي حاجه يعني. هنا طبعا كونديشن لازم يريترن نو، ما بيريترنش رو، بالتالي الايتم مش هيظهر. لو عملتها 2 يساوي 2 فبالتالي الكونديشن اتحقق، فبالتالي الايتم هيظهر. وعكسها طبعا نورو ريتيرن، دلوقتي بترجع بترجع، فبالتالي نورو ريتيرن مش هتتحقق، فبالتالي الكونديشن مش هيظهر او الايتم مش هيظهر. تمام. سيكوال اكسبريشن، اي سيكوال اكسبريشن انت بتستو، يعني انت عايز، لو انت عايز الايتم ده يظهر لما يكون الاداره، طبعا ده مش دايناميك اكشن، تعال بس نفهم الفكره هنا. لو انت عايز الايتم ده يظهر بس لما يكون الجوب بتاعه واحد بقى هندسه، ده مش شايبان لما الايتم يتغير، يعني الايتم مش ظاهر اهو. تعالى خليك كليرك، هل الايتم هيظهر؟ مش هيظهر لما تعمل ابلاي وتريتيرن بالصفحه. هو السيل زمان لا، عايزين احنا عملنا البروسيس اصلا ما بتسيفش، دماغي الكونديشن بس على البروسيس، هي جت علينا احنا هندسه. تمام. دلوقتي لما اعمل ده كليرك اللي هي واحد، دلوقتي الايتم هيظهر اهو، بس ده مش دايناميك اكشن، بمعنى ان ده لما يتغير مش هيظهر معايا. تمام. ده واخد كونديشن ان الايتم ده لازم يكون يساوي مانجر، فهو مش هيحس بيه الا اذا كان فعليا هو بيساوي مانجر او بيساوي مانجر اي دي اللي هو واحد، وهو الصفحه اصلا بتعمل سبمت، فاي تغيير هنا مش هيأثر. تمام. لان احنا قلنا ده كونديشن مش دايناميك اكشن. برضو اقدر اخد اللي هي بي ال سيكوال اكسبريشن، ولو انا مش عارف اي حاجه معايا الهيلب دايما اهو، بتلاقيه بيديني مثال اقدر ساعتها اطبقه على شغلي. وكالعاده برضو عندي بي ال سيكوال فانكشن بادي بترتن ترو او فولس، لو ترو الشرط ده هيتحقق، فولس لا، انت الايتم هيظهر او مش هيظهر. هنا بقى دي اللي مهمه قوي هندسه، ريكوست تساوي فاليو. تمام. وتعالى نعمل ريكوست تساوي فاليو دي على بروسيس. فاكر لما احنا جينا نعمل البروسيس وقلنا مش هنعرف نفصلهم يا هندسه؟ تعالى المره دي نعمل الكونديشن ان الريكوست تساوي فاليو، وتعالى نخلي الفاليو بتاعته، الفاليو طبعا اللي هي اسم الزرار. تمام. تعالى نخليه يعمل سي، الكونديشن ده مش هيتحقق الا البروسيس بتساوي سي، بس هي طبعا مش شبان هنا، هبان في الحته بتاع البروسيس بس مش شبان على الايتم بمعنى اصح، عشان كده انا عملتها على بروسيس. انا هنا قلت له ايه؟ الكونديشن دي هتتحقق امتى يا باشمهندس؟ ريكوست يساوي سي. طبعا الصفحه او البروسيس دي بتريتيرن 3 ريكوست، لما بضغط هنا الريكوست بيبقى سيف، لما بضغط هنا الريكوست بيبقى ديليت، ولما بعمل انسيرت الريكوست بيساوي ايه؟ انسيرت او كرييت. تمام. فانا دلوقتي لو عملت ابلاي تشينج هيتنفذ الابلاي تشينج،
بقى عليهم يا باشمهندس ان الريكوست ده دلوقتي اللي اسمه سيف انا ايه اللي اعمله. انما لو جيت دلت دلوقتي اوكي هروح الاقي علي لسه زي ما هو معايا هندسه تمام معايا سيد وثروه الناس اللي خلعوا وراحوا وجم عرفش راحوا فين تمام. الريكوست دايما لما يقابلكم لو فاكرين الريكوست اللي قلت لكم بيتحط هنا لما كنا بنتكلم على الجزئيه بتاعه اليو ار ال سينتاكس معناها ايه ان الصفحه لما انت بتضغط على زرار ابلاي تشينج بتعمل سبميت بس بتعمل سبميت وبتاخد ايه وبتنفذ الريكوست اللي مربوط بالزرار اللي هو اسم الزرار. خد بالك الريكوست يا اما اسم الزرار يا اما اسم البروسيس اللي مربوطه عليها الزرار اتفقنا. فانا دلوقتي عملت الكونديشن على البروسيس دي ان هي تتنفذ انت لو الريكوست يساوي سيف فعشان كده ابلاي تشينج هو اللي بيتحقق انما ديليت ما بيتحققش ماشي ديليت ما بيتحققش ده بقى ابلاي تشينج بيتحقق. لو جينا هنا قلنا له الريكوست يساوي ديليت ولو مش عايز تغلط فيها خد اسم الزرار بالظبط على اقول له يا باشمهندس بقى دلوقتي ان البروسيس دي الكونديشن بتاعها الوحيد ان الريكوست يساوي ديليت. تعالى نخلي طبعا هو راح في الكليت تمام كده وتعالى نخليه اهو نسمي ده سيد واعمل ابلاي تشينج كده هيعدي يروح وبتاع ويقول لسه سيد نفذت ولا ما نفذتش الريكوست يساوي سيد. احنا عملناها ديليت بقى انا عملتها ديليت مش كده سيد كده املا ابلاي تشينج لسه ما اتنفذتش تمام ابلاي تشينج ما اتنفذتش. لو جيت عملت ديليت بقى دلوقتي هي دلت اللي اسمه عالي خلاص معايا هندسه كده تمام. فمهم النقطه دي قوي تقدر تستخدم دلوقتي يبقى عندك بروسيس ترنها وقت ما انت عايز تمام. واقدر كمان زي ما احنا اتفقنا حتى لو البروسيس زي ما احنا اللي هي البروسيس العاديه اللي هي بتعمل انسيرت وابديت وديليت مره واحده اقدر برضو اتراك وانفذ واحده معينه فيهم. طبعا دي عكسها لو قلنا الريكوست لا يساوي ديليت دلوقتي طبعا دلوقتي اللي هيتنفذ ابلاي تشينج وانسيرت ديليت مش هتتنفذ لان هي عكس الامر اللي احنا قلناه ثروه ده دلوقتي مش هيتدلت انما لو عدلنا فيه هيتعدل تمام. تعال نرجع للايتم بتاعنا بقى اكتر من فاليو تيجي ولا ما تجيش؟ فيها حاجات تانية بتهيألي ان كذا ريكوست كذا وكذا اشوفها لا ملهاش حاجة لا اهي عجز اهي وعكسها اهي request in contain in value يعني تديها اكتر من قيمه والعكس ان هي ما تكونش واحده من دول تمام. طيب عايز تجربها بس طبعا احنا قلنا الريكوست ده مش هيبان الا مع البروسيس وهنا برضو تقدر تعمل سبميت يعني ما تقول له ريكوست الايتم ده ما بيبقاش موجود في الريكوست فما يتعملش في الابديت نقدر نستخدمها هنا برضو تمام. طبعا احنا خدنا ايتم يساوي فاليو وايتم لا يساوي فاليو في الفاليديشن هي هنا يعني انا هقول له ان الايتم ده مش هيظهر الا اذا كان الايتم اللي هو الجوب اي دي ده بيساوي واحد تمام. الجوب اي دي مش واحد فبالتالي ايه الديم ده مش هيظهر. ناخد بريك كده لحد 10 10 عندك ولا عندنا؟ انت حضرتك فين يا هندسه؟ المدينه المنوره ربنا ينور حياتك الله يسعدك. يعني هي مش عندكم الا تلت دلوقتي تلت 10 الا تلت عندنا دلوقتي 11 عندنا 11 الا تلت ماشي يا سيد بيه ماشي يا سيد بيه. انتوا خلعتوا فين انا مش عارف عرفت رحتوا فين مش عارف